يقول: رجل تزوج من امرأة ثم طلقها دون أن ينجب منها، وله ولد من زوجة قبلها، ثم تزوجت المرأة من رجل آخر وأنجبت منه فتاة، فهل يحق لزوجها الأول أن يتزوج ابنتها، أو هل يجوز لولده الزواج من البنت؟ جزاكم الله خيرا. أما هو فلا يجوز له أن يتزوج من ابنتها إلا إذا كانت أمها لم يخلو بها ولم يدخل بها، فإن الزوجة الربيبة تحرم على زوج أمها إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بها فلا حرج، كما قال الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأما ولده، ولد هذا السائل، فيجوز له أن يتزوج بنت مطلقة أبيه غير أبيه، لا حرج في ذلك البتة. بارك الله فيكم.